السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في محافظة اسمها كليفي في جنوب كينيا قريبة من مومباسا مع مجموعة من المتطوعين الإغاثة الإسلامية في كندا. وزي ما انتم شايفين الشباب دول كلهم أعمار مختلفة وخلفيات مختلفة وثقافات مختلفة، مسلمين وغير مسلمين، وكلنا رايحين مع بعض في هذه الرحلة الجميلة لكي نرى كيف يعيش الناس في مثل هذه الأماكن الصعبة، وكلنا دور معهم في رفع المعاناة عنهم. الرسالة للشباب لنا جميعا انكم متقعدوش فقط تتفرجوا على الصور المؤلمة وتحبطوا أنفسكم، لكن لابد أن يكون لنا دور في الحياة، ولابد يكون لنا رسالة في الحياة، ولابد يكون لنا مشروع وهدف في الحياة نعيش من أجل تحقيقه كما عاش الأنبياء والرسل من قبل. اليوم من كليفي إن شاء الله بعد بضع ساعات أو أيام نتصل بكم مرة أخرى. شوفوا الجمال بتاع كينيا اللي احنا عايزينكم تيجوا تتمتعوا بيه، وفي نفس الوقت تبنوا مستقبل كينيا. بعض الأشجار بتاعت المانجو اللي احنا شايفينها دي خلاص راحت المانجو دلوقتي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.